السلام عليكم، معكم الأستاذ محمد شعبان. نكمل في دروس برنامج الإليستريتور. اليوم درسنا عن القناع أو حاجة اسمها الكليبينج ماسك، وهذه شغلة مشهورة في الإليستريتور وراح نحتاجها كتير. خلينا نيجي نحكي عن القناع أو عن الكليبينج ماسك. أول حاجة، في حاجة عندنا اسمها الرسم بالداخل. شو يعني رسم بالداخل؟ بكل بساطة أنا هيت عندي دائرة، خليني أجي أختار لون مثلا، وجيت هيتنا رسمت الدائرة، وبعد ما أنا رسمت قلت بدي أرسم جواتها مباشرة. بكل بساطة في عندنا هنا المود أو النظام، نظام الرسم اللي إحنا بنرسم عليه نظام نورمال عادي، لكن في نظام الدرو انسايد، الرسم بالداخل. فأنت بتضغط عليها طلع كيف الشكل بده يصير، جاب لك إطار إيش منقط حواليه. طيب تيجي بتقول له والله بدي أرسم جواته نجمة حتى عشان يبين، هنا نختار مثلا لون تاني، اضغط ضغطة وبعدين ايش ارسم الشكل. هيتنا مثلا رسمت وخلاص، تعال ارجع على ايش على السلكشن، هيته رسم لك بالداخل. لكن بدك تكون ملاحظ انه انت بدك ترجع للنورمال، تعاود ترجع للنورمال ولا بعد هيك حيغلبك في الشغل. فبتضغط نورمال برجع لك على الوضع الطبيعي، هيته هيك رسم لي بالداخل. طبعا بقدر ارسم اي حاجة ايش ما بدي، برسم لي اياه بالداخل بالعملية هاي. طيب نيجي للشكل التاني. الشكل التاني حطينا صورة جوا شكل، هيات عندنا مثلا شكل، نزود عدد الاضلاع واحنا بنرسم نضغط لفوق بالاسهم، هيات نزودت. بدي اجيب انا مثلا الصورة، خلينا نروح نجيب صورة، هيني سحبت صورة سحب من برا. دايما لما تيجي تصغر اي صورة ما تصغرش زي هيك، اضغط دايما شيفت عشان يحفظ لك على الابعاد. طيب لو انتم شايفين هيت الصورة اجت فوق الايش الشكل، عاد هنا بينفعش احكي لك، لازم تيجي تطلع الشكل لفوق الصورة، بتيجي بتعمل بالزر اليمين على الشكل بتقول له الرينج، يعني اعاد الترتيب، خلي لي اياه اول واحد ايش فوق، برينج تو فرونت، فصار هيك اعلى واحد. طيب بعد هيك تعال نمسك الايش حطه فوق هذا، ونيجي نمسك التنين مع بعض، وبالزر اليمين الخيار موجود جاهز اسمه Make Clipping Mask، هذا من اكتر الخيارات اللي احنا راح نستخدمها. هي تحط لي الصورة جوا الشكل تاع. طيب انا الشكل حابب مثلا اغير في مكان السندويشة هاي، مثلا حابة اخليها تيجي على الجهة الشمال، طلع ايش بدي اساوي؟ بدي اجي امسك الشكل، بعد ما امسكه بدي اضغط ضغطتين عليه، هيته دخل لي جوال، طلع قال لي انت جوات الكليب اللي هو الكليبينج ماسك، انت في الداخل. بيجي بقول له والله بدي احرك الصورة لهيك، باجي بضغط برا ضغطتين بيرجع لي ايش في الوضع الطبيعي، بروح الشريط اللي تحت. فانت بتقدر برضو تحرك الصورة اللي بالداخل. طيب نيجي نعمل شغلة تانية. هالوقت انا نعمل الشكل هذا، انا عندي هيت مثلا شكل، هاتنا جيت رسمت الشكل هذا، خلينا نعطي له لون، طيب بعد ما رسمت اجيت رسمت شكل دائرة، وقلنا اهم اشي بدنا الشكل اللي يكون فوق، هيات الرينج برينج تو فرونت، هذا بيخليها اعلى حاجة وهذا بيخليها اخر طبقة، لكن احنا بدنا اياه يكون اول طبقة فوق، فهيات طلع لفوق ماشي. لو انا هالوقت اجيت عملت حددت التنين وقلت له ايش ميك كليبينج ماسك، اجيت عملت هيك خلاص جاب لي عقد ايش الدائرة. طب وين راح المكعب او هذا شو اسمه البوليجون اللي كنت انا عامله الشكل المضلع؟ الشكل المضلع هذا موجود ولونه ضايل موجود. هيات هنا في عندي خيار اسمه خيار ايش الطبقات، كأنك قاعد في الفوتوشوب. هذا الليرات تعال اضغط هنا، طبعا قائمة الليرات هيتها من قائمة ويندو، تيجي بتقول له ايش لايرز، بتفتح لك هاي القائمة. طيب هياتنا انا ماسك هذا، شايفين هياته بالعين او لا، حتى انا هذا ماسك اللي قبله، هيات الشكل اللي فوق شايفينه هذا،
هيات الشكل المكعب شايفينه، وهيات شكل الدائرة اللي أنا رسمتها. شكل المكعب هات لك بدي أضغط عليها ضغطة واحدة، شايفين لما ضغطت حدد لي إياه بشكل سريع وقال لي آه أعطي له اللون اللي أنت بدك إياه. فهنا أنا رجعت اللون وبقدر أختار لون تاني، وفي نفس الوقت إيش في جوا؟ في جواته شكل الدائرة، فأنا حافظت على الشكل وحافظت على الشكل الدائرة جوا. طيب كيف بدي أرسم كمان دائرة جوا؟ طلع لي أنا زيه زي قصة الجروب، بدي أضغط جواته ضغطتين على الدائرة، فهي جاب لي الدائرة بقول لي بتحركها وين ما بدك. طب وأنا كمان جوا لسه هي بقول لي أنت جوات الكليب، أجيت مساكت شكل الدائرة وقلت له بدي أرسم أنا والله يا عمي كمان دائرة. هيات سحبت كمان دائرة، ممكن نعطيها لونتين عشان ايش نعمل فرق. فهي صار عندي ايش دائرتين. وعشان اطلع من الكليبنج ماس قلنا يا بنضغط ضغطتين هنا يا بنضغط ضغطتين هنا في الفراغ اللي برا. فهي صار عندي ايش شكل كليبنج ماسك في شغلتين زي هيك. طيب ضايل عندنا كمان شغلة، الشغلة هاي مهمة كتير. انا كيف بدي اصل للشكل هاد انه انا اعمل تدرج شفافية في الصورة او في الخلفية. شايفين هذه الصورة كيف نخليها زي هيك متدرجة. طيب باجي انا برسم مستطيل، هياتنا نمحيه وهياتنا نيجي نرسم مستطيل. ترى كيف بدي اجيب المستطيل على قد الايش الصورة، كيف جبته انا متدرج، هيات الايش التدرج اللوني هياته نضغط عليه يجيب لي شكل التدرج. ولو اجيت على الاداة، هي اداة التدرج اللوني، تقدر انت تضغط من وين ما بدك وتعمل التدرج بالشكل اللي انت ايش بدك اياه. طيب بعد ما انا عملت التدرج اللوني وصار ان التنتين هالوقت ايش فوق بعض، باجي بامسكهم بقول له في عندي خيار اسمه الترانسبرانس، شايفين الشفافية. الترانسبرانسي هذا خيار ممتاز جدا، بمجرد ما انت تضغط عليه هي تقدر تجيبه من قائمة ويندو ترانسبيرانسي لو ما كانش موجود عندك. بدي اجي انا احط اللون فوق الصورة واحدد التنين مع بعض واجي اقول له ميك ماسك، طلع ايش صار عندي، اعمل لي شفافية، اعمل لي شفافية زي ما انا بدي. ضايل شغلة أخيرة، خلينا نمحي هدول. أنا عندي هنا حطيت الصورة جوات شكل، طب أنا كيف ممكن أحط الصورة بشكل تاني مختلف؟ هي أنا عندي شكل دائرة، خلينا نعطيها لون، وهي عندي كمان مثلا شكل دائرة، هي 4 دوائر. بدي أروح أجيب أنا شكل صورة من برا، تمام؟ نجيب صورة من برا بنسحبها سحب. هيتنا جبناها سحبناها سحب، قلنا ايش بنزغر دايما مع الشيفت، وهيت عند الصورة قلنا بنخلي الصورة تحت، بنخلي الأشكال وين فوق. هيت أنا ماسك الصورة بالزر اليمين قلت له أرينج إعادة ترتيب سند تو باك، فرجع لي إياها. لو أجيت أنا حددت ال4 طبقات هدول ومسكت هاي وقلت له كليب ايش ميك كليبينج ماسك، طلع ايش صار عندي، ما ظبطش، ما عملليش اللي انا بدي اياه. فاحنا اخذنا شغله اسمها ايش الباث فايندر، نقدر احنا نجمعهن. طب خلينا نشوف هل ده تزبط ولا بدهاش تزبط. هيات مسكتهن كلهم مع بعض شقفه واحده، وجيت مسكت الخلفيه وبالزر اليمين عملت ميك كليبنج ماسك، برضو ما ظبطش، اذا لسه في اشكاليه. تطلعوا هذه الإشكالية بتصير كتير معاكم في شغلات ممكن حتى لقدام في قصة النصوص. بقول لك هدول لسه مش مجموعات 100%، في خيار احنا لازم نعمله من هان. طلعوا كيف من اوبجكت، تيجي من اوبجكت تختار الكومباوند باث وتقول له اعمل لي تجميع الهم وايش وجمع للاشكال هاي. هالوقت هانا عمل لهم دمج تاني، صار يعتبرهم شقفة واحدة، بطل يعتمدهم ان هم 4 اشكال
او 4 دوائر. طيب هيبدا امسك الشكل هاد واعلم بالشيفت على الخلفيه واجي اقول له بالزر اليمين ميك كليبنج ماسك، ظبط معي. فاذا الخيار هذا مهم جدا وراح تحتاجوه بكره في الخلفيات، وراح تحتاجوه كمان في قصه النصوص لو بدنا نحط صوره جوا مثلا مجموعه احرف، راح ايش نحتاج الشغله هاي قدام. هيك بكون خلص درسنا. بذكركم في النهايه انه تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس، واي حد عنده اي استفسار يكتب تحت في التعليقات، ومحتاجين طبعا دعمكم وايش بتقدروا تشيروا الفيديوهات التعليمية هاي، بكون أنا ممنون لكم ومشكورين جدا ويعطيكم ألف عافية.